من شمال سوريا عبر سكايب معي مفادتنا جنان موسى. جنان مساء الخير، أي تطورات إضافية لديك تخبرينا بها؟ ويوما بعد يوم جنان أنت في الداخل، هل يختلف المشهد؟ نعم، مساء النور ميسون ومساء النور لكل المشاهدين. المعركة صعبة والمعركة طويلة، هذا ما بيعني انه المعنويات مش عالية والقوات قوات سوريا الديمقراطية مدربة وحاضرة لهيك معركة. المعركة صعبة لأنه في عدة عوامل كتير صعبة واخدين قوات سوريا الديمقراطية بعين الاعتبار وعم بتخلي تقدمهم يكون بشكل بطيء. صح هن موجودين داخل مدينة الرقة ولكن عيونهم على المربع الأمني، ولكن بعد لم يصلوا إلى المربع الأمني. الصعوبات تتركز بأربع نقاط أو رئيسية. أولا الأنفاق، يعني منسى أنه داعش كان عنده للتحضير، وبالتالي مدينة الرقة يوجد تحتها شبكة من الأنفاق يستخدمها التنظيم اليوم في معاركه، لحتى عندما تقوم قوات سوريا الديمقراطية بالتقدم يعني بيقدروا يعملوا هجوم من الخلف باستخدام هذه الأنفاق. بالتالي هذا رقم واحد. رقم اثنين، في عندك مفخخات ميسون، ما فيك تتخيلي كل شيء بالرقة مفخخ، يعني مفخخين البيوت، مفخخين السيارات، الطرقات. الملاحظة اللي بيعطونا إياها قوات سوريا الديمقراطية عندما نتمشى إلى داخل أحياء الرقة هو أنه ما لازم ندقر ولا أي شيء موجود على الأرض، وأنه لازم نمشي بحذر خلف قواتهم وأن لا نحيد يعني عن الطريق. الثالث هو الطائرات المسيرة اللي هي محملة بالقذائف القنابل، وآخر عامل هو المدنيين. ميسون ما تنزل في آلاف المدنيين علقانين بعضهم جوا داخل مدينة الرقة. عندما يكون في اشتباكات أو عندما يكون الخطوط والعانة، المدنيين ما بيقدروا يطلعوا لبرا، فبالتالي قوات سوريا الديمقراطية عندما تتقدم تحاول إخلاء المبنى من المدنيين، ولكن عملية التقدم طبعا بطيئة لأن بيخافوا على المدنيين اللي داعش موجود بيناتهم. مخاطر أين ما كان، يعني تحت الأرض، الأنفاق على الأرض، المفخخات والطائرات المسيرة من فوق. طيب جنان، ذكرتي بالتقرير مشاهد الدمار وأيضا مشاهد استمرار للحياة، هل ممكن أن نحكي القليل عن هذا الجزء المشرق؟ نعم، هي يعني في بعض القرى قبل الوصول إلى مدينة الرقة، هذه القرى كمان كانت تحت سيطرة داعش منذ فترة قليلة. لفتني على أنه في ناس يعني رجعت، طبعا مش كل الضياع رجع لي أهلها لأنه في بيوت بعدها فاضية وفي بيوت حتى مزارع وأراضي معروضة للبيع، لأنه فيك تتخيل ميسون يعني إذا كنت عايشة تحت حكم داعش لكل هالسنوات ربما يعني عندك قلق وخوف من أنه تبقي بهالمنطقة بتفضل تبيعي أملاكك وتطلعي. ولكن كمان في مظاهر يعني تدعو للتفاؤل، مظاهر يعني كتير حلوة بتشوف فيها مثلا أولاد عم تلعب قدام بيوتها، مثلا مزارعين عم يشتغلوا بالحقلة، مثلا رعاة غنم طالعين مع القطيع تبعهم. هي أشياء بسيطة يعني ولكنها دليل او اشاره على انه عوده الحياه، انه الانسان يعني بيقدر يتاقلم وبيقدر انه يتخطى هيدي المصاعب. ما بدي انسى كمان الاعداد الكبيره والهائله اللي موجوده بالمخيمات، عم نحكي عن الاف الناس اللي تمكنوا من الخروج من مدينه الرقه. هناك شوادر منصوبه لهم بعده مخيمات، ولكن الوضع كثير صعب اذا عم نحكي عن الاكل والشرب وكمان درجات الحراره مرتفعه، فهؤلاء الناس يعني بحاجه لخدمات اكثر. وربما يكون هنا فرصة للدعوة لمختلف المنظمات الإنسانية للتوجه لهذه المخيمات، لأن هناك عن جد حاجة في هذه الأيام. طبعا طوال وجودك هناك سنكون معك يوما بيوم. شكرا، نتمنى لك السلامة دائما. جنان موسى من شمال سوريا.